زرنا المدرسة وما شاء الله طلبة هنا القعدة معاهم تطول العمر، ربنا يبارك فيهم ويسعدهم. لفينا كده هو في المدرسة وشفنا احتياجات الطلاب، لقينا ان احنا محتاجين في العنابر اللي بينام فيها الطلبة نغير المراتب لان هي ما تليقش بيهم، فربنا وفقنا وجبنا 73 مرتبة، مرتبة لكل طالب داخل المدرسة. وكمان كان من ضمن طلباتهم أحذية رياضية للفريق الرياضي، ووفرنا 12 حذاء رياضي لفريق كرة القدم بالمدرسة، ووفرنا 60 بلوفر، وربنا كرمنا كمان وجبنا السيراميك للعنابر بتاعت إقامة الطلاب. نادي لاينز خدمة اجتماعية، نادي أصبح مشهر دلوقتي. إحنا كل خدماتنا الاجتماعية للنادي بنحاول نخدم أي طبقة وأي فئة. إحنا بالله الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا إن إحنا عملنا حاجات كتيرة للنادي، جبنا أجهزة غسيل للنادي، جهازين غسيل للنادي، وبنزور معاهد الأورام وبنجيب لهم أدوية، وبنزور مدارس الصم والبكم. وكان آخر مطاف لنا المدارس دي لأن كان وجهنا سيادة المعالي الوزير أمن الدولة إن هو المدرسة المكفوفين محتاجة رعاية جديدة. الواحد قرب من ناس أنا بعتبرهم ملايكة، وربنا كرمهم بأنهم فقدوا بصرهم بس كسبوا حاجات تانية إحنا خسرانينها، كسبوا طيبة قلب إحنا ما عدناش بنشوفها بسهولة الأيام دي. فبعد إذنكم اللي يقدر يعمل مجهود مع الطلبة دول ومع المدرسة دي بعد إذنكم يتأخرش. مش بس يعني تشطيب للمدرسة أو المدرسة فقط، لكن لا، احنا كمان المرحلة القادمة إن شاء الله هنحاول إن احنا نعمل تنمية للأولاد والأسرهم، ونحاول إن احنا ممكن لو في مثلا حد في الأولاد محتاج مثلا يتقوى في حاجات معينة إن احنا ممكن نقويها، لو في أسرة من الأسر محتاجة أي رعاية أو أي خدمة احنا هنساعدهم بكده. وبعد كده هيبقى في توالي متتالية لبعض المدارس بحيث إن احنا نخلص مدرسة مدرسة ونبدأ في مدرسة أخرى وهكذا لغاية إن شاء الله ما نغطي المحافظة كلها. أشكر كل الأعضاء اللي في النادي لاينز اللي كان الدولي أو في محافظة سوهاج اللي دعمهم، وإن هم إزاي إن هم بياخدوا من وقتهم وتعبهم ومجهودهم المادي، وإن هم يقدروا إن هم يعملوا تنمية في محافظة سوهاج، وإن ده يبقى فيه أثر مجتمعي. وبشكر كل الجهات اللي بتتعاون معانا، وزارة التضامن، وزارة التربية والتعليم، جهات المحافظة، مديرية الأمن، عشان نقدر إن احنا مش هنكون نقدر نعمل حاجة بوحدنا، لازم نكون كل الجهات إذا كان القطاع حكومي أو قطاع خاص إن هم يقدروا يعملوا تنمية وتغيير حقيقي في المجتمع. والسنة دي إن شاء الله حاطين مشروع كبير كده إن احنا نعمل ماسكين المدارس، وعملنا كذا حاجة في كذا مدرسة، مسكنا مدرسة الصم والبق، ودلوقتي النهارده في مدرسه المكفوفين، وهنكمل ان شاء الله تجهيز المدرسه بالكامل باذن الله، وهنعمل جناح كامل فيها وهنجهزه سيراميك وكل حاجه. احنا غرضنا ان احنا نخدم، من اسمى معاني الانسانيه ان احنا نكون في خدمه غيرنا، وده هدفنا الاساسي اللي احنا متجمعين علشانه.